مشاهدي الوطنية الأولى، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج ألوان ثقافية. انطلاقة حصتنا لليوم باش تكون مع الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب اللي كان افتتاحه يوم الجمعة 19 أفريل واللي يحمل شعار امضي أبعد مما ترى عيناك وفي يدك كتاب، إهداء للشاعر الراحل محمد الغزي. باش نقوم معكم بجولة في معرض تونس الدولي للكتاب اللي سجل في الدورة هذه مشاركة 25 دولة. نمشيو إلى معرض الكتاب. بدأ محبي المطالعة والكتاب بالتوافد على قصر المعارض بالكرم مع انطلاق فعاليات الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب الذي بدأت فعالياته يوم الجمعة 19 من أفريل 2024 ويتواصل إلى غاية 28 من نفس الشهر. ويمثل معرض الكتاب بالنسبة للعديد من التونسيين فرصة لإيجاد ظلاتهم من الكتب التي ربما يصعب إيجادها بسهولة خلال الأيام العادية، كما يمثل أيضا فرصة للأولياء لدفع الأبناء إلى حب المطالعة والكتب. الكتب متنوعة، معناتها دور النشر عمرو برشا كتب، ثم كتب خصيصا بمناسبة المعرض ثم نشرهم، وثم تنوع رسوم غالية رمحارة رسوم غالية بصراحة، أما ثم تنوع معناتها الكبير يلقى الصغير يلقى وكل الفئات وكل الاختصاصات موجودة حسب معناتها كزيارتي اليوم لمعرض الكتاب. كل شيء موجود، الحاجات البازيك معناها كلاسيكس، كان عبد يعني مغروم بالكلاسيكس، كل شيء موجود. ثم الكونتمبوراري contemporary يعني rights وفازات يعني موجودين، وكل واحد يرجع الحاجة اللي حب عليها. معرض ممتاز الحقيقة، أنا العام الثاني تو نجي لهنا. بالنسبة لأسوام زادة للحاجات اللي شفتها أنا واللي يحبها ولدي، يعني زادة أسوامها معقولة. معرض تونس الدولي للكتاب ينتظم هذه السنة تحت عنوان التضامن مع الشعب الفلسطيني وتحت شعار امضي أبعد مما ترى عيناك وفي يدك كتاب، إهداء لروح الشاعر الراحل محمد الغزي. ويشارك في المعرض أكثر من 300 ناشر وعارض من 25 دولة من بينها إيطاليا التي تحل ضيف شرف، ويقدم المعرض لرواده أكثر من 109 ألاف عنوان كتاب بمختلف اللغات. هذا العام لنا مشاركة لثلاث مؤسسات حكومية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وكذلك وزارة الإعلام وكذلك وزارة الثقافة والرياضة والشباب. أيضا يعني نعرض أكثر من 200 عنوان لهذه الجهات والمؤسسات، ووجدنا فعلا تفاعل يعني ملحوظ ربما يعني متميز خلال هذا العام، حضور لافت من قبل الأكاديميين من قبل الباحثين، سؤال عن الكتب، ف نحن مسرورون حقيقة بهذه المشاركة. تم تصميم جناح الملحقية الثقافية هذه السنة بناء على احتفال المملكة العربية السعودية مؤخرا باستضافتها أو بفوزها بملف معرض إكسبو 2030، والشكر طبعا دوما لتونس التي أيدتها هذا الملف. كما أن جناح الملحقية الثقافية تم تصميمه بناء على المكعب الذي سيعد نواة للرياض بصفتها عاصمة المستقبل بإذن الله 2030. كما يشمل جناح الملحقية الثقافية التعريف بمنصة أدرس في السعودية، هذه المنصة التي تستقطب العديد من الطلبة من خارج المملكة ومنهم الطلبة التونسيين، الذي يخصص لهم سنويا 200 مقعد في الجامعات السعودية وجميع التخصصات المختلفة. كما أن هناك تعريف كامل بتجربة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى عرض العديد من الإصدارات الحديثة للجهات السعودية. اليوم يعتبر كبداية معرض بداية مبشرة جدا، إقبال جماهيري ممتاز ونحن في الفترة الصباحية. بالنسبة للإقبال على الكتب أجد تنوع كبير جدا جدا حقيقة ما بين القراء، هناك من يقبل على الأدب العربي وهناك من يقبل على الأدب الإنجليزي، تنوع محمود جدا في جميع الفئات. المعرض ينافس المعارض في الخليج، يعني احنا شاركنا في اغلب معارض الخليج، معرض باهي يعني على قولة التونسيين، معرض جميل جدا. الناس يعني انا امس جبت الكتب، لو تشوفي الرفوف خلصت كتبنا،
قاعدين نطلب الان يجيبوننا من الدوحه ان شاء الله، ونقول يعني ان شاء الله السنه القادمه ناتي باقوى من الواقع. متفائلين المعرض ده، لانه كانت زياره السيد الرئيس البارح دفع كبير للمعرض، وان شاء الله انه التونسي فما شويه وعي، ورغم اللي هنعرفه اللي فما بعد كبير الحقيقه على الكتاب وعزوف، ولكن نحاولوا احنا كانت اللي مازلنا عندنا الامل، وننتظر ان شاء الله المعرض يتعودنا انه يكون هذا المعرض الوحيد اللي متنفس للمهنيين وللناشرين، اللي فيه يقع التعريف بالإصدارات والترويج للإصدارات. لاحظوا أنه هنالك تطور يعني ملحوظ في سواء المقتنيات والمشتريات المارين الحاملين للكتب، هذه ظاهرة، والظاهرة الثانية هو توافد إذن أحباء الكتاب وإذن العائلات خاصة في كل زوايا المعرض، وهو دليل على الإقبال المتزايد من يوم إلى آخر خاصة في الكتب الأدبية وأيضا للأطفال والكتب التي يمكن أن نطلق عليها الكتب الجديدة يعني الصادرة حديثا. بصراحة يعني لدينا إعجاب شديد بالشعب التونسي، شعب يقرأ يحب القراءة يحب الاطلاع، الحضور اليوم الأول والثاني كان يعني مميزا، ويسألون عن جميع الإصدارات خصوصا يعني من يشاهد أنه يقرأ العراق فيدخل الجناح. شاركنا ككل عادة يعني ولا ككل عام بشارك ممثلين عن دور أكثر من 25 دار نشر جزائرية وأكثر من 641 عنوان شاركنا فيهم في مختلف الاختصاصات من تاريخ وأدب وفكر ودراسات. وتسجل الدورة الحالية لمعرض الكتاب مشاركة العديد من الوزارات، وذلك بتخصيص أجنحة لها لعرض وبيع إصداراتها. مشاركة الوزارة كسنة الفارطة تنقسم إلى عدة محاور. المحور الأول هو الجناح الرسمي هذا للوزارة اللي يحتوي على أهم منشورات الوزارة وآخر إصداراتها، وأيضا يحتوي على المجموعة الطوابع البريدية لسنتي 2022 و2023 اللي هما نساء ذوات أثر، واللي حبينا أنهم يجولوا كامل أنحاء الجمهورية وخارج أراضي الوطن. أيضا الحاجة المميزة في الجناح هذه السنة الوفرة متاع الإصدارات اللي تمت، أيضا عندنا موسوعة التونسيات اللي هي الموسوعة هذه باش يتم التعريف بها نهار الثلاثاء القادم إن شاء الله في قاعة القدس مساء يوم الثلاثاء. أيضا عندنا الورشات إلى جانب الجناح هذه، عندنا الورشات الموجهة للطفل كيلكو سوا الإعلامية الموجهة للطفل، أو أيضا ورشات الطفولة اللي هي على مدار أيام المعرض. الإقبال كبير، معناها تقعد المعلومة الجغرافية ديما معناها ديما تستقطب كيلكو سوا التلامذة كيلكو سوا الإطارات كيلكو سوا المساعد معناها متخذي القرارات، دونك جيو شوفوا شنو المنتوجات الجديدة، شنو نظم المعلومات الجغرافية الجديدة اللي تساير العصر، معناها كي تشوفوا التكنولوجيا الحديثة اللي نستغلوها نوجهها للجغرافة الرقمية، دونك فما ديما حاجات جديدة في المركز. هذا وتشمل الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب على برنامج ثقافي وأنشطة متنوعة وبرامج تضامنية مع الشعب الفلسطينية. فيها 314 عارض، 25 دولة مشاركة، فيها برشا حاجات جديدة السنة تعنى بالتكنولوجيا الجديدة والواقع الافتراضي والحاجات حبينا معناها نركزوا عليهم أكثر. فما برنامج للأطفال واليافعين متنوع ياسر، فيها قرابة 280 نشاط، برنامج ثقافي زادة متنوع، فما زيارة لست ولايات من تونس. أولا فما تنوع كبير من حيث الإنتاج وخاصة الإنتاج التونسي سواء في المستوى الأدبي الشعري أو الروائي أو غير ذلك. الحاجة الملاحظة الثانية، هناك حضور كثيف للدور العربية من المشرق وهذا تعودنا به. الملاحظة الثالثة، هناك غياب لسوريا وفلسطين
كتابيا، لكن هم حاضرين بالطبيعة كموقف وكتضامن معهم. المسألة الرابعة هي الحضور المكثف لمؤسسات الدولة، خاصة الوزارات اللي كنا نعرفه كثير منها ما كانش تهتم بمعرض الكتاب. شفنا سنة مثلا وزارة التربية، وزارة الدفاع، وزارة تكنولوجيا الاتصال وغيرها، كلها معناها عاملة معناها مواقع لهنا وجاية تعرض في تجاربها. المسألة ربما اللي خاطية النقاط هذم هي كثافة وغزارة الندوات اللي على هامش المعرض، واللي شفناها لأول مرة تهتم ربما بأنماط أدبية جديدة. إطار الاحتفال بالذكرى 68 لقوات الأمن الداخلي لسنة 2024، أحيا الفنان التونسي لطفي بوشناق حفلا فنيا ساهرا، وذلك بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة يوم الجمعة 19 أبريل. نتابعوا بعضنا أجواء السهرة. في مواصلة للاحتفال بالذكرى 68 لعيد قوات الأمن الداخلي، احتضنت قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة يوم الجمعة الماضي سهرة فنية أحياها الفنان التونسي لطفي بوشناق. عزمي منك ومني عزمي تحترم على روحي وبي عزمي منك ومني عزمي تحترم على روحي وبي. اليوم نحتفل بالذكرى 68 قوات الأمن الداخلي تحت شعار أمن البلاد، أمن البلاد عهدتنا والولاء للوطن عقيدتنا. إن شاء الله تكون اليوم الناس كل فرحانة، نحن فرحانين اللي هي مناسبة أمنية، ونحن كلنا عائلة أمنية لهنا وبحضور بتبيع الفنان الكبير لطفي بوشناق. إن شاء الله الناس كل تبدأ فرحانة، وإن شاء الله ديما بلادنا بخير، وإن شاء الله تونس بخير. انطلقت الاحتفالات تحت إشراف سيادة رئيس الجمهورية بتلاوة الأمر اليومي وترقية ثلة من إطارات وأعوان وزارة الداخلية وقوات الأمن الداخلي من كافة الأسلاك، وثم تلتها زاد ترقية مهرجان للترقيات من طرف السيد وزير الداخلية، بالإضافة إلى أنشطة أخرى، وثم المهرجان الرياضي اللي زاد ما هوش يحكر على وزارة الداخلية، تم تشريك العديد من المنتخبات الوطنية كانفتاح على المجتمع المدني. احنا العيد هذايا عيد المواطن التونسي، ما هوش عيد الأمن، عيد قوات الأمن الداخلي، هو فهمتني عيد كاف كل المواطنين التوانسة. بالشاشية والجبة التونسية صافح كعادته الفنان لطفي بوشناق جمهوره الذي حضر بأعداد هامة احتفاء بهذه الذكرى التي باتت عادة من عادات المؤسسة الأمنية، حيث تحتفي بها العائلة الأمنية عبر إحياء سهرات فنية تشارك فيها المجتمع المدني احتفالاتها. بالمناسبة كتشوف حابين نشارك المواطنين معنا في احتفالاتنا، يشاركونا في احتفالاتنا. تم الاختيار على الفنان القدير لطفي بوشناق لإحياء هذا الحفل. إن شاء الله كل عام المؤسسة الأمنية بخير والشعب التونسي بخير، قيادة وشعبا وحكومة، إن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله تونسنا تكون في أمن وأمان، وتكون الأفراح متتالية، وتكون الحفلات متتالية، وإن شاء الله كل سنة لأكثر. ونظمنا عديد التظاهرات الرياضية اللي طول الاختتام وقع في زويتن بمباراة كرة القدم، واحتفالات متواصلة بالرياضة الفردية والرياضات الجماعية، وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير. أجواء تونسية صرفة أخذنا إليها لطفي بوشناق، فغنى من إنتاجاته الجديدة والقديمة، قدم باقة من أهم أغانيه التي تفاعل مع الجمهور بالرقص والغناء. استهل وصلته الغنائية بأغنية صياد الفرص، ثم أيها الساكن عشا في الهواء، وحبيتك وتمنيتك، ونغني لنحيا، وغيرها من الأغاني التي أطربت مسامع الجمهور الحاضر.
كوشناق الذي رافقته فرقة موسيقية تكونت من 17 عازفا من خيرة العازفين وثلاثة من مغني الكورال، غنى وأطرب قرابة ساعتين. خدعني غالبك، هاموا بشقراء وسمراء وهمت بالتونسية، أغنية أهداها إلى المرأة التونسية وغيرها من الأغاني، ليختم سهرته بأغنية كيذيق بك الدهر يا مزيانة للفنان الراحل الهادي جويني، وكيف شبحت خيالك وبابا الشريف علاجي. أنهى لطفي بوشناق سهرته الفنية كما بدأها، بنفس الروح والإحساس والحضور الركحي اللافت الذي زاد الجمهور حماسا، خاصة عندما شاركهم الرقص. ناتي صح، برافو عليه. من أعز الليالي، من أعز الليالي، فريما صافي ونار تونس، يعطي صحة، فريما يعطي صحة. ما فماش كيف بتونس، فماش كيف. شو رأيي؟ أنا ما نقول حاجة في بوشناق، ما شاء الله، ما شاء الله، سهرية إن شاء الله، سهرية شخنا وفرهدنا، ما شاء الله عليه. أنا علاش جيت؟ خاطر نحب بوشناق، نحب لطفي، ربي يشد بصحته وربي يتم إن شاء الله بصحته. سهرية تحفونة، يعطي الصحة وزيدوا فيها في الأغنية برشا، الحق الحقيقة نتاع ربي. صاريت بيه يا برشا، وانا مريضه تو قد عاد قديش على خاطره خرجت وجيت نتفرجت، والله على خاطره خرجت وجيت نتفرج. بوشناق روعه روعه روعه، اطربنا اليوم، شيخنا، رجعنا للزمن الجميل، جميل جدا، يعطي الصحه. سهريه مزيانه ويعطي الصحه لطفي بوشناق. لطفي بوشناق سهريه بيه، سهريه بيه، معروف لطفي بوشناق، احنا من الاول عارفين اللي احنا على شنو ماشيين. أنا لطفي بوشناق اسم ما لا يعلى عليه، ظاهرة السهرية من أول ما بدينا اللي وفينا، كيفاش باش تشوفك، كيفاش باش تبدا، كيفاش باش تتعدى، والحمد لله ديما فرحانين وديما زاهين، وإن شاء الله ديما من حسن لأحسن تونس. وكاهو بارك الله عليك، قلت لك على السهرية مصلي على النبي، والله بالأمس ما شاء الله، تونس تونس يحيى تونس، الله مصلي على النبي. يعطيه الصحة، يعطيه الصحة، تهبل تهبل تهبل، شخنا شخنا شخنا، يعطيه الصحة، محلاها سهرية، محلاها محلاها محلاها، خرجنا من روتين رمضان وجينا شيخنا لطفي بوشناق. إن شاء الله ديما تونس منورة، إن شاء الله ديما فرحانين، سهرية تخي مانيفيك، طيارة بالحق، جادوغ لطفي بوشناق، ما شاء الله ما شاء الله يا رب العالمين، إن شاء الله ديما هكا. امبيكابل، يعطيك يعطي الصحة وسهرية عديد. إلى ابني هو العمل السينمائي الجديد من تأليف وإخراج وبطولة النجم التونسي ظافر العابدين، انطلقت أولى عروضه في القاعات السينمائية التونسية ثالث أيام عيد الفطر. العمل وصف صاحب ظافر العابدين بأنه عمل سعودي بروح تونسية، وهو فيلم إنساني اجتماعي. ظافر العابدين وفيلم إلى ابني.
العودي التونسي الجديد. الفيلم قداش استغرق من وقتاش بديتوا التصوير؟ الفيلم التحضير كان فما 6 أسابيع تحضير في السعودية، 4 أسابيع ونص تصوير في أبها، 4 أيام أظن في جدة، وبعد عن 5 أيام تصوير في إنجلترا، فمدة 6 أسابيع تقريبا. فيلم سعودي بإخراج تونسي، ولأول مرة يعرض فيلم سعودي في صالات السينما وصالات العرض في الجمهورية التونسية وعلى في جميع الولايات أعتقد خلال الأيام القادمة. والحقيقة تغمرني فرحة كبيرة بهذا الوجود السينمائي والفني السعودي، وما أثلج الصدر وجود عدد كبير، وأخبرني القائمين على قاعة العرض أنه جميع التذاكر تم بيعها لمشاهدة هذا العرض. خطر عندنا كفاءات كبيرة، أفكار كبيرة، عندنا تقنيين زاد كيف أكفاء، وقت تتضافر الجهود الكل وتكون الإمكانيات التقنية والمادية متوفرة أكيد حاجة تسعدنا، وأكيد النتيجة تكون. اللهجة السعودية، نعرف أن التوانسة نتقن اللهجة المصرية، اللهجة اللبنانية في درجة ثانية، أما اللهجة الخليجية السعودية كيفاش كانت التجربة معك؟ لهجة أبها بالذات أنا تفاجأت بها بصراحة، لأنها بيضة جدا، يعني لهجة مفهومة جدا، وفيها حتى بعض الكلمات يقولوا حاجة قفلوا حاجة كيف نحن، يقولوا شيء يقولوا شيء كيف نحن، يعني فيها ممكن أشياء قريبة للجنوب التونسي. طبعا كأي لهجة لازم الواحد يركز معها يشتغل عليها، فقضيت يعني مدة 2 شهر قبل التصوير غادي، والحمد لله يعني التجربة كانت مختلفة ويعني ولازدي حلوة برشا، فإن شاء الله نكملوا كيما هكا في العروض التونسية إن شاء الله. تقنيا عالي، فيلم حساس برشا، في برشا مشاعر ظهر لي حتى في برشا كي حلوا الضوري برشا عباد تبكي زادة، ومن إخراج ظافر من تمثيل ظافر، فقلنا خلي نجرب التجربة هذه وعلاش لي، وإن شاء الله يا ربي يكون مش أول، إن شاء الله نخرج يعني نوزع أفلام سعودية سودانية يعني برشا في تونس. دافور ظافر، وأنه راهن على فريق تونسي، راهن على تصويره، على المكياج، كل واحد خدم، ما حسيناش حتى لحظة في الفيلم اللي كأنه موش فريق تونسي، حتى جزئيات من لبسة من التراديسيون من الراكور من كل شيء كان اوركستري اون غراند سانكرونيزاسيون. دونك الحقيقه في هذا الجانب التقني حاجه روعه، حاجه خرق العاده. فيلم إلى ابني يروي قصة إنسانية لرجل سعودي. هي قصة إنسانية اجتماعية جدا، تحكي على أسرة سعودية، علاقات الإخوة بالأب، تسلط الأب على الأبناء، كما نقول الكونفلي ما بين الأجيال، ما بين الأب والابن، اللي هي نحسها أشياء موجودة في المجتمع السعودي، لكن موجودة في المجتمع التونسي، في كل المجتمعات العربية. المحلو كتابته فيها برشا شعرية، فيها كتاب يمكن ما سنسناش بها برشا في الأفلام المؤلف عادة. حاول زيدا قدم صورة حلوة زيدا على البلد اللي هو تصور فيه الفيلم اللي هو سعودية أبها. احنا في تونس محتاجين برشا أفلام كيما هكا نصور فيها قداش تونس زيدا مزينة ومحليها، بكتابة وقصة بسيطة وطرح مميز، الصورة حلوة، إخراج جميل،
بتوفيق الضيف العابدين وكل فريق. الفكره ياسر ياسر حلوه. دابور لو فيلم يعني سعوديان، لكن ليكيب كلها الحقيقه، ليكيب تكنيك كما شفتوا تونسيه، المخرج تونسي، الممثل البطل يعني تونسي، ونهني ظافر برشا برشا خاطر بالحق فيلم تري 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 ايموفون، والحكايه يونيفرسال يعني تنجم تكون في اي بلاد. وظافر جو تروف كو عنده برشا برشا ماتوريتي في الجو نتاعو ومحليه، اللي تي فريمون فما برشا برشا صدق في الاداء ويمس برشا الفيلم، ونشجع الناس يجيو يتفرجوا فيه. البدايه كانت اول مره زرت ابها من 4 سنوات، وبصراحه يعني اكتشفت منطقه جميله جدا، عندها خصوصيات بها، عندها تقاليدها. وقت اللي جات فكره الفيلم حسيتها اللي هي الانسب، انه الحكايه هذه تتحكي فيها. الفيلم هو فيلم انساني بامتياز، معناها يظهر لي القصه جميله، وفما حبكه دراميه حلوه برشا. تحيه للظافر كمخرج عمل اولا، تحيه لشركه الانتاج اللي خمت انها تعمل عمل بالدقه هذه. انا شفت الحق على الاقل من الجانب التقني امتياز كبير، فما خدمه، فما ان دي او بي خشين، فما مخرج كذلك يعرف ايش قاعد يعمل، والحبكه والخرافه وكل شيء. بعد بالنسبه لي انا نعتبر انه عمل سعودي مهم، حتى بالنسبه للسينما السعوديه اللي هي قاعده تعرف في نهضه كبيره برشا هالسنه هذيا ولا السنتين اللي فاتوا. تحس اللي فما استثمار في الجانب الثقافي واستثمار في الجانب الفني. السعوديه قاعده تاخذ في اشواط كبيره على برشا دول اخرى. انا نتمنى بصراحه انه يكون فما تواصل بيننا وبينهم، لانه هك شفت من الجانب التقني الجانب التمثيلي توانسة موجودين ينجموا يفيدوا السينما السعودية كيف فيز فيرسا. فيظهر لي حاجة باهية كسوسوالي نحن توانسة وكذلك للسعوديين اللي نجموا يكونوا نتعاونوا برشا. وهنا يظهر لي يزم فما سياسة ثقافية، يزم فما جسر تواصل بين السعودية وتونس ولكن بطريقة رسمية. يذكر أنه تمت برمجة 3 عروض 3 أيام عيد الفطر. العرض الأول احتضنته قاعة الطاهر الشريعة بمدينة الثقافة صباحاً، كان عرضاً خاصاً بالصحفيين. فيما خص العرض الثاني لضيوف النجم التونسي ظاف العابدين من فنانين وممثلين وإعلاميين وشخصيات دبلوماسية، كان ذلك خلال فترة المساء بإحدى قاعات السينما بالعاصمة، عرض تزامن معه عرض آخر خصص للجمهور. هذا كتابي فاقرأه على مهلك وكن حكيما صبورا حاذقا أبدا. أهديتك الحب فانهل منه يا ولدي، وكن لكل حزين بسمة وهدى، واجنح إلى الصفح مهما صار، تلقى به عيشا رغيدا وآمالا تفيض ندى. الدور هو مشروع ثقافي جديد تم إطلاقه يوم الأربعاء 17 أفريل، وهو عبارة عن شاحنة سينمائية متنقلة تتسع لـ100 مقعد، وباش تزور كل جهات الجمهورية بهدف نشر ثقافة السينما. نتابع بعضنا التقرير التالي الخاص بهذه الشاحنة السينمائية وكيفية إنشاء هذه الفكرة. تحت شعار السينما تجيك وين انتي، تم الاربعاء 17 افريل 2024 بعين زغوان اطلاق مشروع جديد يتمثل في شاحنه سينما متجوله هي الاولى من نوعها في تونس والقاره الافريقيه، حملت اسم السينما الدور.
دونك الفكره حابين كونوا نلقوا حاجه اسهل في اقل وقت اللي تنجم تكون فريمون موجوده في تتنقل من بقعه لبقعه. بدينا نلوجوا لقينا اللي الكونسيبت هذا موجود في فرنسا، دونك فوالا دخلنا معاهم حكينا مع المصنعين نتاعو كله، فوالا لقينا اللي هو نجم يكون هو الحل باش نجموا نحقوا معناتها نخلوا اكثر عبيد ممكنه تعيش تجربه سينمائيه. دونك يبدا الكاميون يمشي من بقعه لبقعه، فين فما بقعه يحبس يتحل تدخل عبيد تفرش في الفيلم ويمشي لبقعه اخرى نجم كيف كيف. وكب إطلاق هذا المشروع الجديد وسائل إعلام تونسية وأجنبية، وتم داخل الشاحنة السينمائية المتنقلة التي تتسع لمئة مقعد تقديم المشروع وعرض فيلم قصير بعنوان فراشة لعصام بوغرة. أمك شو تدوب العدسة؟ ها؟ سحاب طريق فاضي ها؟ بس يا عادي. وتهدف هذه الشاحنة السينمائية المتنقلة إلى نشر ثقافة السينما وجعلها قريبة من كافة التونسيين، حيث ستزور مختلف جهات الجمهورية وستقوم بعرض أفلام في القرى والمناطق التي لا توجد فيها قاعات سينمائية. ذلك أن فكرة بعث وإنشاء الشاحنة جاءت نتيجة غياب الفضاءات الثقافية في المناطق الداخلية بالبلاد. مهمة ياسر للمهرجان، الصالة هذه المتجولة خاطر زادة باش تكون صالة من صالات اللي باش يتعرضوا فيها الأفلام متاع جابس سينما فن. احنا كما تعرفوا في جابس فما زوز صالات اللي هما في شانتي لاغورا جابس، وفما الصالة متاع المركز الكومبلكس كولتوريل. فالصالة هذه سينما الدور باش تعوض باش تكون صالة زايدة وباش تخلينا احنا نتفرجوا على أكثر أفلام في نطاق المهرجان. ومن الأهداف التي يسعى القائمون على هذا المشروع إلى تحقيقها هو دعم الانفتاح على الثقافة في تونس من خلال السينما وخلق مساحة للتعايش والتبادل المشترك والتماسك الاجتماعي، إضافة إلى المصالحة مع الفضاء العام وإحياء بالنقاش حولها مع تنظيم ورشات عمل موجهة إلى الشباب والأطفال وتنظيم عروض فنية وحفلات موسيقية وعروض مسرحية. البرمجه نتاع الكاميون دونك باش ينطلق في 27 افريل مع في اطار مهرجان جيب سينما فن، ما يبدا اوفيسيلمون نهار 3 ماي باش يكون العام الاولاني في الجنوب. دونك قررنا اخذنا الجنوب معناتها خاطر اكثر البقايا اللي بعيد على قاعه السينما. دونك نبدا بجيبس اللي هو برنامج نموذجي، نبدا بجيبس الشهر الاولى وكل. دونك يبدا ينطلق من وسط جيبس ومن بعديك لي ديليغاسيون معناتها المعتمديات الدايرين بجيبس الكل. والفكره كونه يكونوا أفلام للجميع، للكبار للصغار، فما زاد أفلام للي مالفويون العباد اللي ما يشوفوش معناتها أوتو ديسكريبسيون يسمع، فما زاد أفلام للي ما يسمعوش دونك السينما كيما تشارلي تشابلن الأفلام هذوكم وكل، وفما أفلام فوالا باش تكون فريمون جديدة كوميرسيال تونسية مش تونسية قديمة من العالم الكل. الفكرة كونه ما فماش حتى ليميت في البرمجة، أي إنسان ينجم يلقى بقعته ويحس روحه اللي هو إلي غوبريزونتي ويحس روحه اللي هو الحاجة اللي هو حاب يتفرج فيها ينجم يلقاها تكون موجودة.
ويطمح المشروع إلى تنظيم عروض سينمائية شهرية بصفة منتظمة في كل معتمديات الجمهورية في غضون العشر سنوات القادمة. هكا نوصل إلى نهاية حصتنا لليوم، نلتقي الأسبوع القادم، إلى اللقاء.